طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كنا واقفين بس عند السؤال ده، بيقول الساين اوف سيفير اكيوت ازمه كان فور يير اولد تشايلد انكلود، ان كان في كرايتيريا للاكيوت سيفير ازمه، السيفير اكيوت ازمه، والبيشنت اللي هو في اللايف ثريتنينج ازمه. بريزنس اوف لاود ويز، مش اللاود ويز، اللاود ويز مش بيحدد السيفيريتي، بالعكس السيفير بيشنت اللي هو داخل اصلا يبقى داخل على سايلنت تشيز، يبقى ممكن ما اسمعش حاجه. ده طبعا في اللايف ثريتنينج، بس مش شرط ان هي تبقى لود ازمه، لود ويز، يبقى ده فولس. بينج تو بريثلس تو ايت، قلنا تو بريثلس تو ايت، تو بريثلس تو توك، مش قادر يتكلم ومش قادر ان هو ياكل حاجه. هارت ريت بتوين 100 و140، ما شفناش الرقم ده. 100 اكتر من 125 ده في 5 سنين، بيشن ده 4 سنين، اكتر من 140 يبقى ده فولس. البيك اكسبيراتوري فلو ريت اقل من 50%، قلنا من 33 ل 55%. الريسبيراتوري ريت اكتر من 40 بريث بير مينت، على حسب الايدج ده مش اكتر من 40، لان البيشنت من فوق السنتين، من فوق السنه قلنا لحد شهر يبقى 60، بعد كده 50، بعد كده بيبقى 40، فده 40 طبعا ترو. طيب يبقى presence of loud wheeze قلنا false، مش كده. being to breathe قلنا true. الهارت ريت قلنا لا، لان 100 ل 140 ده قلنا هو بيبقى اكتر من 140 في الايدج ده، اللي هو من 2 ل 5. البيك اكسبيرتي فلو ريت قلنا من 33 ل 55، من 33 ل 50 سوري. الريسبيرتي ريت اكتر من 40 قلنا true. والبريتش ثوراسيك سوسايتي جايد لاين ديفاين سيفير اكيوت ازمه تو breathless تو توك تو breathless تو فيل respiration for more than 40 breath per minute، البالس مور ذان 140 بيت بير مينيت، بيك اكسبيرتوري فلو ريت من 33 تو 50% اوف بريدكتد اور بيست. اللايف ثريتنينج فيتشرز ار ديفايند از، لو هي بقى لايف ثريتنينج ازمه قلنا البيك اكسبيرتوري فلو ريت اقل من 33، كان تاني من 33 ل 50. في ساينوزس قلنا يبقى سنترال مش بريفرال، سايلنت تشيست، بور ريسبيرتوري ايفورت، فاتيج، اكزوشن، اند اجيتيشن اور ديكريزد ليفل اوف كونشسنس. خلي بالنا بس من حته الاجيتيشن، لان هو فوق قال ان الاجيتيشن كان من السيفير ازم، هو قال هنا برضو ان الاجيتيشن من اللايف ثريتنينج ازم. طيب اوكي. Children with severe attacks may not appear distressed and assessment in young children may be difficult. Therefore, the presence of any of the above features should alert the doctor. اي واحده منهم، الدكاتره مش لازم يبقوا كلهم موجودين، اي واحده منهم بس هي اللي موجوده. طيب you diagnose a 7-year-old girl عندها 7 سنين having generalized chest infection. generalized chest infection her respiratory rate is 22 per minute، 7 سنين 22، يعني هي مش تكبني ولا حاجه، ده بس chest infection. generalized chest infection ال CO2 بتاعها saturation بتاعها 98%، كويس جدا. there is no recession infection. what would be the most appropriate course of action؟ هديها intravenous antibiotic. allow home but arrange for intravenous antibiotic to be given by home care nurse. 7-day course of oral amoxicillin. 7-day course of oral erythromycin ولا admit for oral antibiotic. يعني موضوع الادميشن مش محتاج، موضوع الانتروفينس برضو مش محتاجه. يعني ممكن هي مش ديستريسد ولا حاجه، ممكن نديها 7 ايام كورس من الاموكسيسيلين، نديها اريثرومايسين ما نديهاش اموكسيسيلين. طيب in a child with a respiratory distress there is no need to admit unless oral antibiotics cannot be tolerated. الا لو البيشنت مش قادر ياخد الاورال، نو بي فوميت او محدش كير مثلا بيه، هعمل له ادميشن وهديها له انا اي في. البريتش ثوراسيك سوسايتي جايد لاينز فور كوميونيتي اكوايرد نيومونيا. الكوميونيتي اكوايرد نيومونيا، وقال ان الموست كومن كوز اوف، لو احنا فاكرين، اوف كوميونيتي اكوايرد نيومونيا بيبقى فايرال. يعني هو قال ان الموست كومن بيبقى فايرال، ده غير النوزوكوميال وغير اللي الهوسبيتال اكواير دي. طيب اوكي، قال ان الكوميونتي اكوارد نيوموني ان تشيلدرن سجست ذا يوز اوف ماكرولايت الانتي بيوتيك الاريثرومايسين والكلاريثرومايسين والازيثرومايسين. اف مايكوبلازما سبيشيز، لو انا شاكك ان هي ممكن تكون مايكوبلازما. اف بوسيبل كوزيف اورجانيزم، لو كانت المايكوبلازما هي الكوزيف اورجانيزم. If however there are features that would suggest pneumococcal chest infection، لو انا بقى عندي فكره ان ممكن يكون الستريبتوكوكس نيومونيا، اللي هي النيموكوكال يعني هي اللي عامله الشيست انفكشن، عامله كونسوليديشن مثلا، هدي اموكسيسيلين، ده الفيرست لاين بتاعي يبقى في التريتمنت. طيب غير كده، لو انا شاك ان هي مايكوبلازما نيومونيا كوميونتي اكوارد نيومونيا، هدي الاريثرومايسين لمده 7 ايام. لو انا شاك ان هي ستريبت، هدي
للاموكسيسيلين. طيب لو كانت ستاف، طبعا الستاف ريزيست للاموكسيسيلين هيدي الفلوكلوكسيسيلين او الدايكلوكسيسيلين. طيب بيقول 5 year old boy has a history of recurrent nocturnal cough. عنده history of recurrent nocturnal cough and frequent difficulty in breathing. difficulty في breathing on exercise، يعني ديت ممكن تكون exercise induced asthma. He has recently been admitted with moderately severe wheeze that respond to nebulized bronchodilator therapy and dose of oral prednisolone. What do you prescribe on discharge؟ انت هتمشي البيشنت ده على ايه في الهوم تريتمنت بتاعه؟ تديله هوم nebulization، تديله nebulization مع السلبيوتامول، ولا هتديله البيكوتايد اللي هو 200 مايكرو جرام، ولا هتديله فليكسوتايد 100 مايكرو جرام توايس ديلي عن طريق لو فوليوم سبيسر، ولا هتديله البيدوزونايد 200 مايكرو جرام توايس ديلي عن طريق دراي باودر ديفايس، ولا هتديله مونتيلوكاست؟ يعني المفروض ان البيشن ده هيمشي مثلا على لونج اكتنج، على سوري على ريجولار كورتيكوسترويد مع طبعا برونكو دايليتور اون نيد. طيب انا هديله ريجولار بلوك الريجولار هديله ايه؟ فين هنا الريجولار؟ السربيوتامول هيدرو نوبلايزيشن عند النيد، لا المفروض ياخد كورتيكوسترويد ريجولر ما بين البيكوتايد والفليكسوتايد والبيدوزونايد. البيدوزونايد عن طريق دراي باودر ديفايس يعني مش مستحب. الفليكسوتايد ده اللي بنكتبه، يعني الفليكسوتايد ده كومن جدا في الدوز بتاعته اللي هي 50 و100 وفي تقريبا 100 منه 125. لو البيشنت في بيشنت بيكونترولد على 50 مرتين في اليوم، وفي بيشنت بيكونترولد على 100 على حسب يعني، بس هو ده المشهور. فلوكسوتايد ده موجود في السوق باسم فلوكسوتايد، يعني كويس جدا فلوكسوتايد. The most practical and reliable device to deliver inhaled medication to a 5 year old is a spacing device. طبعا مش هديله بقى الباودر اللي موجوده في البوديزونايد اللي هو تحت الفلوكسوتايد ده. Which can be also be used for preventative measure and is practically effective as relief medication. برضه يا دكاتره موضوع البراكتيكال بيختلف شويه عن الكلام اللي هنا. البيشنت لو عنده نوبلايزيشن في البيت هو يعني ما فيش عيان بيبقى كلاسيك، الكتاب ما بيقول ما فيش عيان كده خلاص. البيشنت بيجي لك ولا انت عارف هو تحطه في ستيب 1 ولا في ستيب 2، وحتى لو بدات معاه ستيب 5 برضه تحس ان هو ما تحسنش الموضوع فعلا. وفي بيشنت مجرد بس ياخد جلسه واحده تلاقي الدنيا بقت كويسه معاه. الموضوع براكتيكال بيبقى ارخم من الكلام اللي موجود في الكتب شويه. انت البيشنت معاك بتظبطه على حسب ما انت شايف، طبعا ما بتعكش معاه بس بتظبطها على حسب ما انت شايف. في بيشن كنترول على البخاخات، وفي بيشن كنترول على النيبلايزيشن، وفي بيشن طبعا انت بتوصف له البخاخه مثلا 15 يوم 20 يوم ما بياخدهاش غير مره واحده مرتين، يلاقي نفسه بيستريح بيسكت. الموضوع طبعا فساعتها تقول ان البيشن ده نون كنترول، فانا هكمل معاه تاني ومش هنقرا على ستيب. الموضوع طبعا انت برؤيتك والكلينيكال سنس بتاعك بتشوف، بس نبقى عارفين طبعا الكلام العلمي اللي موجود. Which can also be used for preventative measure and is particularly effective as relief medication. Nebulizers are relatively impractical. على الرغم من ان موضوع النيبلايزيشن ده ناس كتير جدا بتوصي بيه يبقى في البيوت، بحيث ان البيشنت لو جات الازمه بالليل بدل ما يقعد ياخد بخاخه ياخد نيبلايزيشن بتدي نتيجه كويسه. This portable مش زي البخاخه طبعا، مش بياخده في جيبه ويروح بيه اي مكان. Take longer to deliver each dose and expensive. Nebulization مش اغلى من البخاخات. يعني النيبولايزر ده طبعا ارخص من البخاخات كده. في بخاخات بتوصل 60 جنيه و70 جنيه و80 جنيه. النيبولايزيشن ممكن يجيب جهاز ب 200 جنيه يظبط الدنيا معاه، يفضل معاه طول الشتاء مثلا او سنتين ثلاثه، بدل ما يستخدم له بخاخه او بخاختين في الشهر. النيبولايزيشن ساعات بيبقى ارخص منه. Most 5 year old are usually unable to use a dry powder device very reliably and even less so the meter dose inhaler اللي هي البخاخه العاديه. الديسكس اللي هي فيها الدراي باودر اللي احنا قاعدين، هي بتبقى ديسكس بتبقى تقريبا شكلها عامل كده. وتقريبا الدواء بيتحط هنا الكبسوله، البيشنت بيحط الجزء ده كده في الماوث ويشفط الدراي باودر بتوصل. الاورال ليكوتراين انتاجونست ار نوت فيرست لاين ثيرابي ان ازما بريفنتيف. في الازمه بريفنشن مش بستخدم المونتيلو كاست ولا الليكوتراين انتاجونست. ديت بخليها طبعا في الكرونيك، وانا بعمل مانجمنت للكرونيك بيشنت بديه كل يوم سنجلير كده مره واحده بالليل على حسب الايدج بتاع البيشنت. اقل من 5 سنين بياخد ال 4 مللي، وفيه ال 5 مللي وفيه ال 10 مللي جرام، بتبقى اكياس كده فيها جرانيولز بنحطها طبعا على سوليد فود، على سوليد فود يحطها على زبادي، يحطها على رز، يحطها على اكل،
وياخدها بالليل مرة واحدة يوميا قبل ما ينام، بتجيب نتيجة كويسة الحاجات دي. طيب، a child who has 2-day history of fever with bright red has a bright red infected left tympanic membrane، يبقى عنده otitis media. If a child is eating and drinking well, what would be the most appropriate course of action؟ البيشنت ده كويس، ما عندوش مشكله فيه، بقاله يومين اثنين هيسترو فيفر. نخلي بالنا بس اللي لو حد فتح كتاب السيكريتس مثلا، كان فيه سيكريتس اوف ايمرجنسي في البيدياتريكس، كان كاتب فيه انك ممكن تدي جرعه واحده في حالات الاوتيتس ميديا من السيفترايكزون 30 مللي لكل كيلو مره واحده وخلاص، وبتجيب نتيجه كويسه جدا. موضوع الاوتيتس ميديا دكاتره من الحاجات اللي بتعدي وزود تريتمنت، الموضوع بتاعها بيبقى سبورتيف وبتعدي ما فيش فيها مشكله. هل هدي له ريفير للام تي، ولا هعمل ريفير للام تي جراحه، ولا 5 day course of oral الفينوكسي ميثايل بنسلين، ولا advice to parents that this is self limiting condition and is best left alone، ولا regular antibiotic and analgesic with review in 48 ساعة in 48 hours. طبعا افضل اختيار في كل دول مش هعمل ريفير، احنا المشكلة benign يعني very benign بتاعت الاوتيتس ميديا، فهديله regular antibiotic و analgesic. طيب ليه مش رقم اربعة بتاع الموضوع self limiting؟ البيشن ده بيتألم في بين وبين رهيب كمان يعني، فبديله طبعا انتيبايوتيك وانالجيزيك لحد والموضوع بيختفي لوحده. انتيبايوتيكس ار اوف ليميتد بينفيت ان ذا تريتمنت اوف اوتيتس ميديا، زي كان شورت ذا ديوريشن اوف ذا ايلنس، بات ذا نمبر نيدد تو تريت از 17. نمبر نيدد تو تريت، الناس اللي واحنا بنذاكر بايو ستاتستكس قلناها نمبر نيدد تو تريت معناها ايه؟ معناها عشان احصل على افكت من الانتيبايوتيك اللي هو مثلا يخفف لي البيشنت ده، محتاج 17 واحد اعالجهم، يبقى من كل 17 محتاج واحد، هو ده النمبر نيد تو تريت معناها كده. فده رقم كبير عشان اعالج 17 واحد احصل على، لا موضوع يعني ملوش لازمه بقى. يبقى طب ما 16 التانيين كويسين يعني ما فيش مشكله لو هيعدوا يعني. زي كان شورت ذا ديوريشن اوف ذا انس، بات ذا نمبر نيد تو تريت از 17 اوف ذا كيسز اوف تايتس ميديا اباوت ال 80% resolve without treatment، 80% بيعدوا طبعا من غير ما يرجعوا لك. supportive measures such as the antibiotics or analgesics are important measures to recommend to parents. دول طبعا الناس اللي عملوا الاحصاء الدراسه ديت على الموضوع. طيب بيقول a parent comes to you for advice after the child grommet insertion، مركب grommet يعني عامل اللي هي التيوبس اللي فيها متركبه في الاير درام دي. What is the most important thing to tell her؟ هتقول لمامته ايه؟ عن طريق ان الولد ده جاي. طيب ايه الادفايس اللي هتعملها له؟ هل swimming in chlorinated pool is permitted؟ ممنوع الاستحمام او ممنوع ان ينزل البسين في لو كان chlorinated pool يعني. swimming in the sea should be avoided. موضوع ان برضه السويمنج في البول ده السويمنج في السي عموما يعني should be avoided. there may be short term hearing loss، ممكن يبقى معاه hearing loss، ولا الايربلان الفلايت should be avoided، ولا ما يركبش طيارات، ولا plugging the ear for bath and showers is advisable. انهن طبعا الافضل من كل ده يعني. البيشنت مش كل يوم بينزل السويمنج بول، البيشنت مش كل يوم بينزل السي، البيشنت مش كل يوم بيركب طيارات. انت بتجيب الحاجات الكومن، ان هو كل يوم بياخد الباس بتاعه بياخد الشاور بتاعه، فالموضوع يبقى ايه اللي تحت دي؟ انك تعمل بلاجنج الاير، انك تقفلها كده في بلاجنج كده بلاجرز كده بتركب، والبيشنت عادي بياخد الشاور بتاعه ما فيش فيه مشكله، لانه لازم يتجنب الميه بالصابون لان هي سهله جدا ان هي تعدي من التيوب. طيب بيقول soaps and shampoos are the irritant to the middle ear. الشامبو والsoaps يعني الحاجات ديت هي ديت irritant جدا للميدل ear. and the soap in the water theoretically allows the liquid to pass more easily through the hole in the grommet itself. موضوع الصابون بيسهل عملية مرور المية للميدل ear، يعني وجود المية بصابون ده بتباص أسهل في الجرومت ده أكتر من المية العادية. As daily washing is the most common of these activities، يعني من كل اللي فات ده بقى انت عندك طبعا ممنوع يستحمى وممنوع ينزل البحر وممنوع كذا، لكن الحاجه الكومن عندك ايه؟ ان هو كل يوم بياخد الشاور بتاعه. الاكتيفيتي الاكثر هي بتاع الشاورنج دي. As daily washing is the most common of these activities it follows that
This is the most important advice. ده الحاجة اللي توجه نصيحتك عليها. Swimming in swimming pools is permitted although diving and underwater swimming should be discouraged. انت مسموح ان هو ينزل في السويمنج بول، لكن الدايفنج والاندر ووتر سويمنج ده اللي مش مسموح بيه. السي ووتر از مور لايكلي تو كوز انفكشن ذان كلورينيتد بول. ان هو ميه البحر طبعا الانفكشن فيها اكتر من الكلورينيتد، لان بتبقى محطوط لها الكلور علشان كنوع من الانتيسيبتيك يعني. But swimming may be allowed off if the air are appropriately plugged. لكن ممكن عادي يعمل سويمنج. الموضوع كله يعني كلام بسيط يعني. لو انت عامل بلوجينج الاير كويس عادي ينزل البول مفيش مشكله. There shouldn't be any hearing loss with grommets. ممنوع يبقى في اي حاجه طبعا. لو في مشكله hearing loss وانا عامل grommet لا يبقى في مشكله ثانيه. الجرومت ما بتعملش hearing loss. And the grommets may ease any pressure equalization problems on airplane flights. الايربلان فلايتس موضوع الطيران المفروض ان الجرومت تعديل تعديل البريشر تعمل ايكوالايزيشن، فما تزودليش البريشر في الميدل اير. لو عمل غير كده لا يبقى في مشكله. هي بتزود فبتحسن اصلا الموضوع. فالبيشنت عادي لو طار مفيش مشكله، ده افضل من اللي مش مركب جرومت. There is little evidence based to this and much variation advice from ENT surgeon re-management was above it based on The Prodigy Clinical Knowledge Seminars. كانت دراسة معمولة وبتاع، فلو ان ده افضل حاجة تتعمل فيه. بسم الله. For year old child present with coryza symptoms. Coryza symptoms يعني ايه؟ يعني عنده شوية رينوريا، عنده conjunctivitis، اي حاجة يعني. الكاف والفيفر والابدومينال بين. عنده كاف وفيفر والابدومينال بين. There is no dysuria. Urine dipstick is unremarkable. On examination the pain is left upper quadrant. في left upper quadrant. بسم الله. But is not severe which is the most likely cause. ده ممكن يكون ايه كتر؟ ممكن تكون بيزل نيومونيا. البيزل نيومونيا بتسمع في البطن فممكن تجي لي بابدومينال بين. هل هي UTI ولا appendicitis ولا pyelonephritis ولا left basal chest infection ولا mesenteric adenitis. UTI طبعا الديب ستيك ما فيش فيه مشكلة وما فيش ديسيورا. appendicitis مش هتيجي في اللفت، مش مكانها يعني. لان عند البين في الليفت ابر مش مكان الابندكس. البايلونيفرايتس برضو هتجي لي مش بالصوره دي. حتى الديسيوريا الميزنتريك ادمايتس دي برضو سيرجيكال مش كده يعني، مش سيرجيكال ابدومين دي. بيقول the history or site the history and the site of the pain are unlikely for appendicitis. من history كورايزل symptoms والسايد بتاعها ان هو في الليفت مش ماشي مع موضوع الابنسايت. الميزنتريك ادينايتس والبايلونيفرايتس نفس الكلام مع الميزنتريك ادينايتس والبايلونيفرايتس. اليو تي اي از ان لايكلي ويز نو سيمتومز. مفيش ديسيوريا طبعا معاها، مفيش بين في الفلانكس، مفيش ايرجنسي، فمفيش يو تي اي اند نيجاتيف ديبستيك. وكمان عملت ديبستيك في اليورين لقيته نيجاتيف. في شرايط كده بتيجي بيبقى فيها كذا حاجه، تقيس كذا حاجه مع بعض، تقيس جلوكوز، تقيس تروبونين، تقيس كذا حاجه كده يحطها في اليورين وتقيس اسيتون بيطلع له اذا كان في مشكله ولا لا. Abyssal pneumonia is an important differential diagnosis in a febrile child. في البيشنت السخن بقى تشك Abyssal pneumonia who present with abdominal pain. لو بيشنت جاي لك abdominal pain وفبرايل طبعا هتسمع للشيست ضروري من الكلينيكال اكزامينيشن بتاعك. ممكن تلاقي فيه ديمينيشد اير انتري، فممكن الموضوع يبقى كده. برضه نخلي بالنا من حاجات كومن جدا. البيشنت لو بيجي فوميتنج بس مع فيفر مفيش ابدومينال بين ولا حاجه. يعني بيشنت بيجي لك بس بفيفر ابدومينال بين وفوميتنج، سوري مفيش ابدومينال بين يعني فيفر وفوميتنج بس، برضه تشك في يو تي اي بيبقى وارد جدا مع عيانين كتيره جدا بنشخصهم يو تي اي بسبب حاجه شكل كده. دكتور سامح برضو ركز على حاجه شكل كده قال عليها. طيب يا كاتر احنا خلصنا الملف طبعا ده بتاع ال 1A. لو عايزين نشوف ملف ال 1B في الريسبيريشن. اعتقد ان ال 1B هو اكبر منه شويه.
بس يعني ان شاء الله اكيد هيبقى معظم الكلام ده متكرر، يعني حوالي 100 سؤال برضه هيبقى معظم كلامه عن الكروب والازمه يعني الحاجات اللي هي البرونكيولايتس، الحاجات اللي احنا حليناها يعني. فان شاء الله بس الناس تكرموا مع بعضها، وشكل ما بقول لحضراتكم برضه نبقى نذاكر السيكريتس كويس، من كتاب السيكريتس نبقى نراجع على البرانش بتاع الريسبيراتوري منه كويس ان شاء الله.